عباداً لنا، مشروع استراتيجي لإعداد جيل التحرير. انطلاقاً من قول الله تعالى في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً. ونتيجة لما تعيشه القدس والمسجد الأقصى من مشاريع تهويد خطيرة والتي تستهدف هوية الإنسان المقدسي وشخصيته بكل مكوناتها، ونظراً لحاجة القدس والأمة إلى جيل رباني يحمل مشروع تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، أطلق مشروع عباداً لنا. وهو مشروع استراتيجي يحوي حزمة نوعية من البرامج التربوية والدعوية والتأهيلية موجهة إلى الشباب والناشئة داخل القدس والأمة. البرامج الرئيسية للمشروع داخل القدس والمسجد الأقصى المبارك: فرقان، برنامج يعنى بالقرآن الكريم حفظاً وتدبراً وإجازة. زدني، برنامج لتدريس فنون شتى من العلوم الشرعية. أحياء، برنامج للتزكية والوعظ والإرشاد. همم، برنامج للأنشطة الدعوية والتربوية المنوعة. رواحل، برنامج لتأهيل القيادات والرموز التربوية والدعوية. كما يحمل المشروع أيضاً برامج تربوية مقدسية منوعة موجهة لإعداد جيل التحرير في الأمة. وبالموازاة مع هذه البرامج التربوية والفكرية، فإن المشروع سيعمل على إنشاء وقفية تربوية دائمة في بيت المقدس، وهي وقفية الشيخ أحمد القاسم رحمه الله، ووقفية استثمارية خارج القدس يعود ريعها على دعم البرامج السابقة، كما أنه يسعى إلى توفير دعم مادي مباشر للبرامج المذكورة. عباداً لنا، مشروع التحرير القادم.